السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين ومشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تغزلي في موضوع يتعلق دائما بمجال القانوني، لأن القناة ديالنا كنظهر القانون بطبيعة الحال. فغنشوف واحد الموضوع اللي هو شائك ومتميز وكيتساءل عليه الكثير من الناس، هو رد الاعتبار. في هذه الحصة غنشوفو غير تحديد مفهوم المعنى ديال الاعتبار، شنو هو رد الاعتبار، خصوصا الاعتبار القضائي. فرض الاعتبار القضائي هو واحد النظام كيتقصد به منح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده. إذا قلنا عرض الاعتبار القضائي هو نظام كيتقصد به منح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده، وكيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم كيسهل عليه العودة إلى الاندماج ثانية إلى المجتمع، وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبيت من أن المحكوم عليه أصبح أهلا لاسترداد اعتباره على شروط هذا الاعتبار القضائي. ومنها أوله هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها، هو نفذ العقوبة، دوز العقوبة المحكوم بها ولا السقوط ديالها. ثانيا مرور مدة زمنية لمنح هذا الاعتبار، يعني واحد المدة كدوز من بعد ما كيخرج كيتحكم ويدوز يتنفذ عليه الحكم ويخرج، ستدوز واحد الفترة زمنية هذا. وهي عموما في الجناية 6 سنوات، يقال 5 ولكن هي 6 سنوات في الجناية و3 سنوات في الجنحة. ثالثها هو الوفاء بالالتزامات المالية، بمعنى أنه هادو راه واجبات عليه، هادوك الخطيات اللي خصو يخلص التزامات المالية، وواحد الشهادة ديال حسن السلوك المحكوم عليه ملي كان في الحبس. أيضا عدم صدور حكم جديد، يعني راه ما كيقلبوش عليه ولا شي حاجة زعما، وأن يكون محكوما بأكثر من 10 سنوات. حنا دابا كنتكلمو على رد الاعتبار القضائي، كيكون محكوم عليه بأكثر من 10 سنوات. أيضا هنا كنتكلمنا على رد الاعتبار القضائي. بالنسبة لرد الاعتبار القانوني، هو زوال حكم الإدانة، كيسالي هذاك الحكم يدوز بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، بلا ما يدوز قرار قضائي إذا توفرت واحد الشروط معينة كيحددها القانون. وهاد الشروط ديال الاعتبار القانوني هي كدوز واحد المرور ديال مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آليا بمرور هذه المدة الزمنية. بمعنى سيستيماتيكمون آليا، هذا اعتبار آليا سيستيماتيكمون، يعني ملي كتمر واحد ثلاثة بالجنحة، ثلاثة ديال هذا ما كيبقاش عنده لصخ، أو أنه إذا داز 6 سنوات في الجناية ما كيبقاش عنده، كدوز داكشي سيستيماتيكمون كدوز في السيستيم. نعم، إذا قلنا شروط الاعتبار القانوني هو مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير سلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه
أن يرد إليه اعتباره آليا بمرور هذه المدة الزمنية. إذن هذا هو رد الاعتبار عموما. أن أشنا هو رد الاعتبار بشكل عام؟ هو إعادة التقدير والاحترام بعد صدور قرار أو حكم بالإدانة، عفوا. إذن عموما رد الاعتبار هو إعادة التقدير والاحترام بعد صدور قرار أو حكم بالإدانة، أو ترد الكرامة وإعادة الحقوق المدنية. إذا ملي كتسلب ليه الحرية هاد الشخص، هي كنقولوا باللغة العربية كيمبقاش عنده الحقوق المدنية. ملي كيرد الاعتبار كنقولوا هو إرجاع الحقوق المدنية له. إذا عموما كما قلت، أن رد الاعتبار هو إعادة التقدير والاحترام بعد صدور قرار أو حكم بالإدانة، أو ترد الكرامة وإعادة الحقوق المدنية. للإشارة أن قلنا بالنسبة رد الاعتبار، بالنسبة رد الاعتبار القضائي هو 6 سنوات بالنسبة للجناية، و3 سنوات بالنسبة للجنحة. أيضا قلنا أن هذا رد الاعتبار القضائي هو نظام يقصد به من المحكوم منح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده. بمعنى حنا كنقولوا أشنا هو، هو ذاك يحيد الوسخ اللي عنده. وللإشارة ملي كنتكلموا على رد الاعتبار، قبل ما نختم رد الاعتبار غنتكلموا عليه من زاويتين. انا الزاوية اللي كتدخلنا الوظيفة العمومية، والزاوية اللي كتدخلنا مدونة الشغل. فبالنسبة للوظيفة العمومية، كيكون إنسان مثلا طاري واحد المشكل ودوز الحبس، ولكن باقي صغير كيرد الاعتبار، ويمكن لي كتمنح ليه فرصة أنه يندمج داخل المجتمع ويدخل الوظيفة العمومية. كان باقي صغير وباقي عنده، ورغم ذلك كاين بعض الوظائف لا تسمح لهذا الشخص أن يندمج داخلها، رغم أنه كيرد ليه الاعتبار. مثلا شي واحد دوز الحبس عنده 21 عام، وهذا دوز عام ديال الحبس، وخا يجي برد الاعتبار ما يدخلش البوليس، ما يدخلش الصحة، ما يدخلش مثلا. كاينين مسالك في الوظيفة العمومية لا يدخلها، لأن النظام الأساسي يشير إلى ذلك. أما بالنسبة لمدونة الشغل، فكتبقى القناعة هي لا تجبر، حيث ما عندهمش نظام أساسي، فمدونة الشغل لا تجبر الشخص على أنه أن يلج إحدى هاد الشركات، بأنه إلا إذا طلب عليه المسير أو مدير الشركة، أو ما كل من يدير الشركة، أنه عموما هذا هو اللي يبقى دابا دائما في الشركات. ولو كتبوا الاعتبار هو ليس ملزم، وهذه قناعة ديال صاحب الشركة، تدبير ديال الشركة، أنهم كيرفضوا هذا إلا باش كيجي بعض الاعتبار. لكن في الوظيفة العمومية قلنا أنه كتمنح ليه فرصة، إذا كان باقي صغير دوز الحبس وهذا، فممكن أنه إلا جبل الاعتبار كي يليج، إلا
في بعض الحالات في الوظائف، في بعض الوظائف لا يمكنه أن يرجعها ولو وجب رد الاعتبار، قلنا مثلا في الأمن لا غير. إذا نوقف إلى هذا الحد، على أمل لقائكم في فرصة قادمة إن شاء الله، لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين المشاركين المعتمرين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.